هاي انا بحاوط بعديد من السيارات وهن بورش 911 توربو وحتى كيمن ومكان وكيان وكل السيارات لاين اب من عند بورش، بس هدول سيارات منو سيارات جديده، هدول سيارات بري اون. كيف هالحلقه كلها عن بورش سنتر لبنان، وخاصه حنركز فيها على البروجرام بورش ابروف. بورش ابروف هو بروجرام عالمي حنخبركم عنه بالتفصيل، كيف نشتري سياره سكند هاند بس نفس الوقت سياره جديده، خاصه بعد ما عملوها كل التشيك اب. حلقتنا فعلا مميزة جدا، كلها بورش بامتياز، خليكم معنا. خلينا هلا نبلش حلقتنا مع بورش سنتر لبنان ونتعرف كيف نقدر نشتري سياره سكند هاند بورش ابروف من عند بورش تحت اسم بورش بري اون سنتر. خلي خبرونا اكثر كيف مثلا نستلم السياره، شو هي الفاسيلتيز اللي بيطلع لنا. سيلز مانجر لبري اون بورش. بنعرف نحن بورش خاصه كثير مركزه على بورش ابروف من فتره لتريح المستهلك. يعني اليوم اذا اشتريت انت سياره بري اون من عند بورش، منا سياره عم تاخذها يمكن ما عارف انت شو الهيستوري تبعها، وين جاي، من وين طالع على السياره. فاليوم بورش خاصه بورش سنتر لبنان عندهم هالفاسيلتيز. فيك تخبرنا شوي اكثر مثلا شو الفاسيلتي يلي انا بس اجي على الشوروم بورش بري اون كيف بعرف عن السياره، وشو عندي الافونتاج اللي ما عندي اذا انا رحت شفتها مثلا سياره فينا نقول من الامبورتد اللي بيجوا مثلا من معارض سيارات عندنا بلبنان. اوكي، هلا اول شيء بلبنان مثل ما بتعرف السيارات اللي جايه مستورده من برا ما كثير عليها رقابه، يعني بتجي من البور دغري بتوقف بالمعرض. اوكي، مشان هيك شروه السياره المستعمله شويه مغامره، ما بتعرف شو عم تشتري، فيها تطلع السياره ان بيرفكت كونديشن وفيها تطلع السياره فيها قصص مخبيه. مشان هيك البورش سنتر لبنان هون المستعمل ابروفد يو افويد كل هالقصص المعقول تصير بالسياره، بلس في شيء زياده نحن في فولو اب على البيع، يعني بس تشتري سياره شو ما ببين معك مشاكل كل شيء نحن وراك. اوكي، هيدي برا منا موجوده، برا بيبيعوك السياره وتخلص هون القصه. بورش ابروفد مثل ما شايف هولي كل السيارات يلي بالشوروم دي ار بورش ابروفد. بورش ابروفد يعني السياره فيها مثل سيرتيفيكت، اوكي، مثل شهاده من بورش جيرماني انه هيدي السياره انفحصت از بير بورش ستاندرد، تصلحت از بير بورش ستاندرد ومعروضه هون كلوز تو نيو، منا جديد، ما فيك تريد سياره مستعمله جديده، اكيد كلوز تو نيو، كل القطع اصليات من عند بورش وبلس ات بنفيتس من شيء اسمه بري اوند وارنتي بروجرام. اوكي، يعني السياره يلي عمرها 9 سنين ونزول في عندها كفاله. اوكي، هالكفاله فيك تجددها على نيرلي بيسز، ونحن بس نبيع السياره بنعطيك معها من سنه لسنتين. اوكي، بلس في على موديلات معينه اب تو 3 ييرز بيروحوا 3 سنين. أوكي، هول السيارات as you can see كلهم قد ما فينا، كل شيء يعني من باناميرا لنايرا كل الموديل رينج كلها عليهم نفس الكونديشن. بيفرق شوي بالتسعيره تبع الورنتي على كل سياره، بس كلهم they benefit the same condition. طب اذا بدنا نحكي شوي مثلا عن السياره بحد ذاتها، شو القصص الميجر اللي بتصير لما استلم السياره؟ يعني بكون مثلا عاملها فينا نقول تريتمنت للسياره. اوكي، رح فسر لك. اول شيء سياره بس تفوت على الشوروم بقلب السياره في 3 دوكيومنتس. اول دوكيومنتس هو الديسبلاي السايلنت سيلزمان، هذا بيقول لك عن كل السبيكس تبع السياره. أوكي، وشو فيها اوبشنات.
تاني دوكيومنتس هو الميرور هانجر يلي موجود على السياره، بيقول لك وضع السياره هلا امتين عمل لها سيرفيس، شو بعد بدها. يعني انت اليوم اذا اشتريت سياره ليتس سي بعد 5000 كيلومتر بدها فريمات، نحن من اي تكون عارف حالك شو عم تشتري. يعني ما في ولا طريقه ضياع. يعني الزلم الكلاينت اللي عم بيجي يشتري سياره هي نوز فروم اي تو زد كل شيء عن السياره. سو وي هاف ذيس تو دوكيومنتس، وفي بقلبها بس تفتح التابلو في 111 تشيك بوينت بنعملهم على السياره يلي هن البيس تبع الوارنتي. شو يعني 111 تشيك بوينت؟ بتطلع السياره عند سيرتيفايد تكنيشن عندنا بالجراج، بحطوها بيعلوها بيفحصوها كلها من تحت وبأيدوا داي نوت، بيعملوا مثل فايل وبيبعتوه على جيرماني. وجيرماني بتجاوبك انه السياره از ابروفد، از بورش ابروفد. هيدا السيرتيفيكا بياخذوا معه الزبون وقت يستلم السياره. وبيجددوا كل سنه لحديت ما يقرر يبيعها او لحديت ما يصير عمرها 10 سنين. طب اليوم اذا سياره مشتريه من برات خارج لبنان، اذا واحد شاريها من حتى اذا كانت سكند هاند ولا حتى من بورت سنتر من انحاء العالم، في اذا بيوصلها على لبنان في يقلب لها الفايل تبعها يوصلها الفايل؟ اكيد. الافانتاج هون انه السياره اول شيء عم بتشوفها، ما عم تشتريها ولا على الصوره ولا على شيء. ثاني شيء للسيارات المستورده في لهم مثل تسعيره حسب من اي بلد جايه. في تسعيره محدده بس ياخذها على الجراج بيقولوا له قد ايه التسعيره، ضمن هالتسعيره بيقولوا له شو السياره بدها تتسير مثل الوقفة هون بالشوروم. يعني بورش ابروف. في كتير سيارات ما فيك تعمل لون، وفي سيارات فيك تعمل لون، ديبيندز على وضعها. المشكلة انه اكترية السيارات اللي بيجوا من برا بيجوا شايلين السيرفيس بوكلت. سو ما فيك تعرف شيء عن التاريخ تبع، مشان هيك بدك ترجع من الاول ترجع تفحصها كلها. ويعني يعني ما بدك تقف شيء اكثر 100% لانه خاصه هون السيارات مثل ما ذكرنا انه طالعين من لبنان، عارفين كل واحد تاريخهم كله موجود. في شغله بحب اوضحها انه نحن حتى اذا السياره فيها سمول اكسيدنت او شيء بنقول له للزبون، بنقول له شو شاري وين الضربه وكل شيء تما يكون باي طريقه حاسس حاله انه اشترى شيء مش up to his expectation. سو هيدي سيارة معروضة بالشوروم، رح فسر لك شوية كيف نشتغل عليهم بس نستلم السيارة وكيف تخلص بالشوروم. أول شيء منبلش بكل شيء ميكانيكال، منطلعها على الجراج، منعمل الـ 111 تشيك بوينت تتصير السيارة بورش أبروفد، ومنغير كل شيء ريكوايرد يتغير. بس نخلص هيدي الفاز ناخذها على الديتيلينج سنتر. منبلش بالبوية من برا، إذا انتبهت السيارة كلها شاينينج براند نيو. نعمل لها شيء اسمه نانو بوليش، نحطه على السيارة هيدي بتضين لسنة، بتخفف كتير من اليو في، بتخلي اللون يضل لميع لمدة سنة، بتخفف شوية التجريحات. نرجع بننقل على الانتيريور. مثل ما بتعرف بلبنان أكتر شيء بيتعب الانتيريور، وأكتر شيء صعب تتزبطه هو الانتيريور، لأنه ما عندك الماتيريال وما عندك طريقة الشغل، خاصة سيارات جلد. يعني مثلا ما اقول لكم في جروحات. مثل ما شايف هذه السيارة موديل 2012 عمرها 5 سنين، ماشية بحدود ال 60,000 كيلومتر. إذا بتطلع من جوا بنحسها سيارة جديدة. أصعب شيء هو ما تخلي الجلد يلمع. نحن إذا بتطلع كله جلد كأنه براند نيو. عندنا طريقة خصوصية الجلد اكثر شيء على الفوته وعلى الظهر بيستهلك. هون عندنا طريقه، يا بنطلب الجلد من بورش بنرجع بنغيره، يا عندنا طريقه دهن كثير بتاخذ وقت وكثير صعبه، يعني قليل بلبنان بيعملوها. ترجع النتيجه مثل ما شايف. اكيد كل شيء بنرده جديد، الموكيت بنحط موكيتات جديد. فنرجع نحكي شوي عن الوارنتي. الوارنتي مثل ما قلت لك، بس نستلم السياره بتطلع على الجراج في شيء اسمه 111 تشيك بوينت، بيفحصوا السياره من جوا ومن برا، مش بس ميكانيكال، بيفحصوا الكهرباء، بيفحصوا الدوليب، بيفحصوا كل شيء. كل شيء بده يكون اس بير بورش ستاندرد. حيالله شغله صغيره منا
اس بير بورش ستاندرد تسقط وارنتي، مثل واحد بيقدم فحص يا بينجح يا بيسقط. هول كلهم ناجحين هلا. اوكي، وهي الوارنتي على تقريبا على السنه وبتتجدد؟ هي الوارنتي بتاخذها وقت تشتري سياره من عندنا سنه لسنتين حسب الموديلات، اوقات في 3 سنين. اوكي، وبس في تاريخ معين، بس تخلص هالوارنتي بترجع بتعمل لها ال 111 تشيك بوينت وبيرجع بيطلع لك سنه وارنتي جديده. بتضل ماشي بهالسيستم لحديت ما يصير عمر السياره 10 سنين. أوكي. يعني 9 سنة بتكون اخر سنه بتكون بالوارنتي. بفتكر بورش هو الصانع الوحيد اللي بيعطي 9 سنين وارنتي. اورايت. بلبنان نحن بفتكر الوحيدين اللي بنعطي 9 سنين كفاله على سياره مستعمله. خاصه بس هي الكفاله شو بتغطي؟ في شغله بدي افسرها كثير مهمه كمان لازم تعرفها، انه الكفاله باول سنه والتاسعه نفس الايتمز مغطيين، مش كل ما تعتق السياره بيشيلوا ايتمز. اوكي. بتضلها كانه السياره من اول سنه كفاله لاخرتها الايتمز هن ذاتهم مغطيين، يعني الموتور، الفيتاس، الكهرباء، السسبنشن. بس يلي منه مغطى هو الكونسيومبل يلي انت بتستهلكه انت وعم بتسوق السياره، واذا في شيء غلط منك سايق نزلت بجوره كسرت امورتيس هذا نحن نتحمل مسؤوليته. الباقي كله والكوزمتكس. أوكي. اذا جرحت الجلد، جرحت ماسكه الراديو، they are not covered. اوكي، هول اكيد بنفسرها اياهم للزبون وقت يجي يستلمها، والزبون بيمضي على ال 111 تشيك بوينت تيعرف كيف استلم السياره ونهار يلي بده يرجع يجيبها كيف، يعني تيضل في فولو اب. يعني العالم خاصة بهالبروجرام ما كتير بقى صارت عام عتلاني هم تشتري بورش انه يفكر انه مثلا معقول حيتكلف فيها كتير، اليوم عم يشتري سيارة almost like brand new خاصة من العناية اللي بتعملوا لها، يعني كان من الخارج وحتى من الداخل وحتى الميكانيك اللي هو أهم شيء. عم نحكي اليوم سيارات هن بريميوم براند وسيارات أسعارهم منه سيارات رخيصة. فنفس الوقت يعني عم تجيبوا زبون يرتاح راسه ولحوالي خاصة على فترة طويلة على 9 سنين. Exactly. هو الهدف الأساسي أنه تعطيه السيارة على سنة ما يصير فيها مشاكل. That's the minimum we can do. وإذا بهالسنة صار في مشاكل نحن we back him up. شو بيصير معه بنحكي مع الجراج بنظبط بنشوف شو الريزن ليش صار هيك، اذا شفنا انه الاونر ما كتير خصه بهالشغله بنظبطها على حسابنا. اوكي، ثانك يو. رمزي، نحن وصلنا اليوم على الدرجات السيرفيس عن بورش سنتر لبنان. يعني بنعرف بس يكون واحد عم يشتري سياره خاصه بورش بريميوم براند كمان ما سياره سعرها هين، ونفس الوقت الزبون بيكون كثير بيكي. شو الفاسيلتيز اللي بتكون للزبون مثلا يرتاح خاصه ليشوف سياره كيف عم تتعامل بطريقه مثل كانه سبا لها بالنهايه؟ يعني سياره ما بده يكون مثلا عم تتسلم لمين مكان. مزبوط. خاصه يعني انتم اليوم بورش عندكم بروجرام كنت تمشوا عليه وورلد وايد، يعني مش بس ما تكون عندكم جراج شيء لكم بس. مزبوط. في there's a strict process dictated by Porsche by the manufacturer انه كيف نستقبل سياره وقتها بتجي لعنا على السيرفيس. اول شيء كل سياره بتنباع اذا سياره جديده عم تنباع بيكون في معها 2 years warranty as part of the sales agreement. زيادة عن هيك البري اوند كارز تيبيكلي وقت بنبيع سيارة من عنا ابروفد بري اون بيكون كمان مع وارنتي اكستنشن. اوكي، الوارنتي كمان وقت بتخلص البيريد تبع الوارنتي اوبشنال للزبون انه يضلوا مكمل بالوارنتي لحد ما يصير عمر السيارة 10 سنين، يعني it can be still under warranty up until 10 years. اوكي، هلا بما بيتعلق بالسيرفيس، اول شيء في عنا الريسبشن بروسيس. بس تجي السياره لعنا بده واحد من السيرفيس ادفايزرز عنا بيستقبل الزبون اند بيفتح له شيء اسمه سيرفيس اوردر. اوكي، على هالسيرفيس اوردر نحن بنحط الفيكل ديتيلز مع الكاستمر ديتيلز. اوكي، بنفس الوقت كمان بنحط شو هن الكاستمر ريكويست. اوكي اوكي، سو اذا الزبون عنده scheduled maintenance بيقلنا حسب السيرفيسز اللي يعملوا لي الريكوايرد سيرفيس. اوكي، اذا عنده فريمات كل الريكوست كل القصص المطلوبه. مظبوط، بينحطوا على السيرفيس اوردر
Once the reception is complete, service order بينتقل من مرحلة service advisor لمرحلة technical team. All right. هلا نحن صرنا هلا بالجراج، هو واحد من أكبر الجراجات الموجودة خاصة بال يعني عندنا كثير قصص شايف مثل ريبير مثل فرون مثل مضبوط. هيدي الفاسيلتي اللي نحن فيها هلا this is one of three facilities. اوكي. بهي الفاسيلتي ان بارتيكولر عندنا different skills هون منهم هي بيور الكتروميكانيكال ريبيرز يلي عندنا هول اربع عفاريت هون بنعمل عليهم بيور الكتروميكانيكال ريبيرز حسب طلب الزبون او اوقات كمان حسب طلب حسب الانستراكشنز تبع بورش اذا السياره عليها ورك شوب كامبين او ريكول كامبين. اوكي. بالزون الثانيه هون عندنا كل شيء بيتعلق بالبودي ريبير اند بينت. اوكي. اوكي. من ماينر دنتس وماينر بودي ريبيرز ل كومبليت ريستوريشن اوف ذا كار اذا كانت كلاسيك. انا شايف خاصه كنت عم شوف شغله كمان حتى عندكم كلاسيك كارز، يعني عم شوف كلاسيك كارز كيف بتصير هون عم تعملوا لها انتو ريستوريشن من القطع حتى بتجي من بورش جيرماني. وي اوفر فول سيرفيس تو كلاسيك كارز من حيلا شيء لانه بس غيار زيت او غيار فريمات لا كومبليت ريستوريشن تو بير ميتال، يعني بنقشط البويا ونرجع نعملها ريستوريشن. اوكي. في اكزامبل عن سياره هونيك هلا من نقطع عليها الفاليو تبع الكلاسيك كارز عن بورش عم يعلى سو صارت هلا ورث وايل انه الاونرز تبع هالسيارات تو انفست فيهم لانه الفاليو تبعهم صارت عاليه. okay. لانه الريستوريشن شيء اجمالا مكلف كثير 100% ومش دائما بيتحدد قد ايه كلفته. طبعا حسب السياره كمان شو ناقصها وشو شو سبيكس تبعها كمان اكزاكتلي exactly. حسب الكونديشن تبع السياره وقد ايه بده الزبون يعمل لها ريستوريشن. هيدي اكزامبل اوف فولي ريستورد 911 هون بعدها ان ذا بروسيس اوف بينج ريستورد. خلصنا كل شيء ميكانيكال وكل شيء بودي. في عنا الانتيريور تبعها هلا عم نشتغل عليه لمنه. اوكي. اوكي. هلا عنا بالسيت اب تبعنا الفلو تبع الشغل بالبودي شوب هون بتبلش بالديس اسامبلي. اوكي. زون الديس اسامبلي هوني بترجع بتجي هوني بتتحضر لينعمل لها بينتينج. قبل ما ينعمل لها بينت بريبريشن بتمرق على عند الحداد لحتى يعمل لها اني كوزماتيك ورك بده ينعمل بالحداده. اوكي. بترجع بينت بريبريشن بترجع عندنا فرنين هوني لنعمل البينتينج تبعها للسياره بترجع بتظهر على الاسامبلي بولشينج فينيشينج بترجع بتتسلم للزبون. اوكي. رمزي اذا عم نحكي عن سبير بارتس هون كيف بصير سبير بارتس؟ يعني عندكم انتم بس السبير بارت الميجور اللي المفروض تكون موجودين على السياره واذا في شيء اضطراري مثلا كيف بصير؟ بتنطلب من برا القطعه ولا؟ هلا بالاجمال عندنا وي هاف ثري وير هاوسز. اوكي. بكل فاسيلتي عندها الوير هاوس تبعها وعندنا مين وير هاوس بالمين فاسيلتي بكورنيش النهر. اوكي. ذات فيدز ذا اذر تو وير هاوسز. طبعا عندنا ستوك اوف بارتس اللي هن عم نستعملهم بشكل اعتيادي وقتها ما بيكون في عندنا قطعه معينه مثلا اذا السياره عامل اكسيدان وما بعرفنا مغيرين هاي القطعه ما ممكن تكون عندنا اياها بالستوك. في عندنا اوردرينج بروسيس بنعمل 3 اوردرز بالاسبوع من بورش بالمانيا. اوكي. وهول اوردرز بيجوا بالطياره سو عندنا اجمالا الافيلابيليتي اوف سبير بارتس عم يكون نسبيا منيح للقطع يلي ما عنا اياها بس. اوكي. طب نحن شو بيفرق اليوم هل سيرفيس ديبارتمنت عن مثلا عن الموجود بدبي وحتى موجود على كورنيش النهر؟ يعني في مطارح كويك سيرفيس. مزبوط. بدبي بنعمل بس يلي معترف فيه ككويك سيرفيس او ستاندرد ريبيرز، يعني شغله ما بدها دايجنوسيس وما بدها اي شيء زياده عن الستاندرد ريبير، يعني اذا بدها فريمات بنعمله هونيك، اذا بدها سكجول مينتنس بنعمل هونيك، اذا في تجديد وارنتي وبده ينعمل لانه على كل تجديد وارنتي في 111 بوينت تشيك اب بده ينعمل حسب بورش، سو هيدا كمان فيه ينعمل هونيك. بهي الفاسيلتي بنعمل كل شيء فروم اي تو زي ان كان اكسيدان حداده وبويا او الكتروميكانيكال ريبيرز.
بكورنيش النهر مختصين اكثر شيء بالدايجنوستس. اوكي. يعني اذا في شيء عطل الكترونيك فولت او شيء من هالنوع بينعمل هونيك, بينعمل له دايجنوستس, بيتقرر شو بده ينعمل وبينشغل, بينعمل الريبير هونيك. عدا عن هيك السيرفيس ادفايزرز تبعنا عندنا 6 سيرفيس ادفايزرز. اوكي. 3 سيرفيس ادفايزرز للالكتروميكانيكال ريبيرز, 2 سيرفيس ادفايزرز لل الحديده وبويا للاكسيدنت فيكلز, واحد سيرفيس ادفايزر مختص بالكويك سيرفيس. اوكي. الست سيرفيس ادفايزرز تبعنا ار جلوبالي سيرتيفايد باي بورش جيرماني. اوكي. والتكنيشنز تبعنا كمان دائما عندهم تريننج, دائما بيروحوا 100%. التكنيشنز عندهم تريننج. هلا وي هاف ان هاوس تريننج سنتر مع ترينر ذات از سيرتيفايد باي بورش اولسو تو بي ايبل تو كاري اوت ان هاوس تريننجز. بيطلع لهم سيرتيفيكتس للتكنيشنز حتى وقتها بيكون ان هاوس تريننج. كل التكنيشنز تبعونا سيرتيفايد بورش تكنيشنز, مثل ما سيرفيس ادفايزرز كمان سيرتيفايد بورش سيرفيس ادفايزرز. الفاليو اوف هافينج يور كار ريبيرد هير هي انه الريسيل فاليو تبع السياره از مينتين, لانه كل السيرفيسنج عم ينعمل, كل شيء عم بيصير بقلب الشركه, بقلب الشركه حسب ستاندردز تبع المانيفاكتشر. 100%. بما يتخص بالسيارات يلي عاملها اكسيدان, الوارنتي كونتينيوز حتى لو في اكسيدان, وارنتي كونتينيوز. واحد من شروط الوارنتي تبع بورش هي انه كل شيء بده ينعمل على السياره بينعمل عند اوفيشلي ريكوجنايزد بورش بارتنر يلي بلبنان نحن الوحيدين. اوكي. زياده عن هيك كل قطعه بتتركب على السياره عليها 2 years warranty unlimited mileage بغض النظر عن الوارنتي تبع السيارة. يعني حتى لو السيارة خلصت الوارنتي بيريد عليها, إذا في قطعة مركبينا نحن وهالقطعة عمرها أقل من سنتين ورجع تبين إنه فيها defect هاي القطعة, we replace it free of charge including labor يلي بنحطه لنركبها لهاي القطعة. خلينا هلا نشوف انترفيو مع سي او بورش سنتر لبنان اسعد رفيق اللي خبرنا اكثر عن مشاريع بورش بلبنان. اسعد, اليوم بورش بلبنان او بورش لبنان يعني عملت خطوات واسعه بالسنوات الاخيره, يعني بوقت قصير جدا خدت وضع بالسوق كثير مهم, يعني حتى مقابل منافسيك يلي هني يمكن عنده شوية حسد اليوم على بورش عم تنافسهم على عدة أصعد اليوم. شو هو الشيء يعني بمختصر اللي خليك توصل لهالمستوى بوقت سريع جدا يعني؟ أهلا وسهلا فيك إبراهيم. أنا ما بلاقي في حسد, بالعكس بلاقي أنه متعلم من بعض, وبلاقي أنه نحن مرات بنشوف شو عم بيصير عند الغير منطبقه عنا, منجرب نحسن كمان, وشو عم بيصير بالبلاد اللي نجحت فيها. عم بحكي عن بورش, انا منجرب نطبق اللي عملوه برا لحتى تنجح شركتنا هون. ما في شك انه نحن بال2006 التركيز تبعنا كان على السيارات المستعمله, لانه بنلاقي انه السياره المستعمله بورش لازم تلاقي وزبون تبع السياره المستعمله بورش لازم يلاقي محله عنا كانه هو زبون عم بيشتري سياره جديده. هذا لاحظته انا, لاحظت يعني اخر الستاتستيك اللي عندك, بنت عم بتطلع انا ولارا شوي على الارقام اخر 3-4 سنوات, عم تبيعوا مستعمل تقريبا قد جديد, يعني الزبون البورش عم دليل انه عم يرجع لعندك ياخذ وحده جديده, يعني قد حوالي يمكن 300 جديد, دي حوالي 200 بري اون. يمكن السيرفيس اللي عم تعملوها لهالسيارات عم ترجع تاخذ اهميه جدا عند زبائن يمكن ما قادر يدفع حق جديدي مثلا, يعني انا هيك بشوف. إيه, ما هو كل ما صار, كل ما رخص سعر السياره كل ما صار عندك زبونات اكثر بيتقبلوا يشتروها. هلا نحن موجودين هون بصاله عرض المستعمل, مش بصاله مستعمل جديد, هي صاله العرض المستعمل, هذه اهم من جديده, هي أهم هي بتطابق صاله البيع سيارات جديده, والفريق اللي ببيع سيارات مستعمله هو ذاته بيتمرن كانه ببيع سيارات جديده. اهتمامنا بزبون هو ذاته اذا اشترى جديد او اذا اشترى مستعمل, وزبون بيرجع بيجي لعنا لانه بيعرف انه الخدمه رح ياخذها كانه عم ياخذ سياره جديده. سياراتنا تاخذ كفاله لعمر 9 سنين من حتى المستعمل, يعني الريسيل فاليو تبعها كثير عالي. يعني اليوم سياره 2010 بتضل مكفوله ل 2019 اذا بدك, والسياره اللي نحطها بصاله العرض لتنباع كسياره مستعمله بري اون سيرتيفايد بدها تكون مرقه على الجراج, ومثل ما قال مارك قبل 111 بوينت تشيك ليست وارنتي من جوا ومن برا مجدده. يعني زبون بيجي ما عنده كلمه لو على السياره, ولا يتحمس زبون يرجع يغير سيارته
ويرجع يشتري بورش من عنا بيعرف انه سيارته راح تحافظ على سعرها اكثر من غيرها، لانه رجع تلاقي راح يجي عايش زبون ويلاقيها بصاله عرض معروضه ملمعه ومغسله وراح تجيب احسن سعر ممكن. طب اليوم بورش ان جنرال اليوم انت بلبنان كمان اللي خليك انه تاخذ هالقفزه النوعيه هيدي، انه بورش ما عادت طراز واحد او طرازين، عندك عدة طرازات، عدة موديلات من بورش اليوم صارت بتناسب عدة فئات من الناس، يعني حتى اليوم يعني الجنس الناعم عم نشوفه كثير على الطريق، ما بقى يعجبوا سيارة الكيان أو كذا أو هدول سيارة القضية 911 توربو عم شوفهم قال عم يسوق يعني عم ينافسونا على الطرقات. ليك بورش هلا ما في شك إنه صار عندها مجموعة حلوة كثير من الكايمان والبوكستر للكاريرا وكل الموديلات تبع الكاريرا المتفرقة، بتعرف أنت الكاريرا عندك يمكن 15 أو 16 موديل، الكيان عندك سيارة 6 سلندر 320 حصان وعندك سيارة 550 حصان كيان توربو، باناميرا عندك 4-5 موديلات، سو ما في شك صار السبيكتروم يلي بيجي زبون لحتى يلاقي فيه سيارة بتعجبه صار كبير كثير. ولاحظنا هيدا انه نحن كمان اسعارنا صار فينا ننافس غير سيارات، لانه صار عندك سيارات بورش مثل ماكان 4 سلندر سعرها 75500 بلا تفاقة يلي هو ما كان نفكر فيه بالزمن. اسعد في شغلي انا مش كومبلمنت لك، بس انا سمعت ادينتي من مدير عام بورش للشرق الاوسط يا قال لي لو عنا 300 مثل اسعد وفايل انه كلائنا بالعالم ما كان عنا مشاكل ابدا. ليك اسعد يعني انا بقول لك انه برافو عليك، انه انجازات كثير مهمه لبورش بالفعل، انه جبتوا زبائن جديد وعم ترجع تجيبوا زبائن جديد، مش بس انه زبائن بورش التقليديين هن اللي عم يرجعوا لعندكم، لكن في زبائن جديد ببلشوا بالبري اوند بعدين بيطلعوا تدريجيا حتى يقدروا ياخذوا السيارات اللي هي جديده بالكامل، لانه البري اوند الدخله على سيارات البري اوند ارخص بكثير من الدخله على سيارات الجديده، يعني لو فيك تاخذ سياره بري اوند ب 40,000 دولار بورش. شفت واحد ب 39 911 اكزاكتلي يعني في توصيف في توصيف فكرة معينك فكرة نهار بتحب تغير فكرة معينك. ممنونك يا سعد ممنونك. اهلا وسهلا اهلا فيك. مشاهدينا هيك حلقتنا بتكون وصلت لنهايتها اليوم مع بورش سنتر لبنان، موعدنا بجدد اسبوع المقبل بنفس الوقت طبعا مع سعرات جديده. باي.